صرح مصدر سعودي أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وذلك انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي. وأضاف المصدر أن المملكة قررت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، كما أنها اتخذت هذا القرار تضامنا مع مملكة البحرين. وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد قالت إن البحرين أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بتهمة أن قطر تزعزع الاستقرار في المملكة. وأضافت الوكالة أيضا أن البحرين قررت إغلاق المجالين البحري والجوي من وإلى قطر خلال 24 ساعة، إنها تمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، بأنها لن تسمح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما أمهلت المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة البلاد. وفي خبر عاجل ورد للتو كذلك نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. كيف تقيم المشهد حتى الآن؟ المشهد خطير، ما يمكن التساهل فيه، لأن عندما قرر النظام السعودي أن يتحرك ضد الإخوان المسلمين في مصر، مستغلا طبعا أخطاء الإخوان، لسنا بريئين من أخطاء الإسلاميين وجوانب تقصير، من أهمها أن الإخوان لم يعالجوا الدولة العميقة، ما سموها الدولة العميقة، المعالجة السليمة، وحماية لمنع لسفك الدماء ولتكثير المصالح وتقليل المفاسد، وهي الحجة التقليدية أو للحكمة، أحيانا تكون الحكمة ليست حكمة. نعم، البعض يتهمهم بأنهم يدعمون أمثالكم من المعارضين للسعودية، وهذا يهدد أمن الخليج، وعليهم خالفوا ما وقعوه من اتفاقيات في مجلس التعاون الخليجي. هذا الدعاء، أين الدعم؟ أهلا وسهلا، فين الدعم؟ غير موجود، هذا غير صحيح. وقد يكون قديما عندما كانت اللجنة في أول أيامها هنا كان هناك، وحصلت مشادات بين أمير سلمان وبين أمير قطر السابق اللي يسمونه الأمير الوالد، وذهبوا إلى الكويت للمصالحة، ثم في المطار حصلت مواجهة وغادر كل واحد في طائرته راجعا، على ما يحكى لنا قصة حصلت في مطار الكويت يحكيها لنا بعض الناس، لكن هذا لم يعد واردا. والتخلي الآن عن الموقف، إذا كان موقفا مبدئيا أو مصلحيا على أي حال مع حركة الإخوان المسلمين ومع الشعوب العربية، أعتقد يكون خطر مميت، لأن نفس الشعب القطري سيتحول إلى حالة تبرد كذلك، لأنه الدعوة الوضع العام في العالم العربي والإسلامي أن الصحوة الإسلامية لا يمكن إيقافها بهذه الإجراءات، ولكن السعودية لديها الورقة الإسلامية التي تلعب بها من أيام الدولة السعودية الأولى، لكن دع الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الثانية التي طبعا انكمشت وأصبحت مجرد ولاية عثمانية، لكن من أيام الدولة السعودية الأولى الورقة الرئيسية التي في أيديهم هي الورقة الإسلامية، ولهذا حريصين على احتكارها بحيث لا يمسك بها أي أحد آخر في العالم. لما قرر فهد أن يخفض أسعار البترول يزيد الإنتاج قديمة سنة 79 ميلادية لضرب إيران بعد الثورة، لأن عقلية آل سعود تصورهم للعالم تصور مشوه غريب، يظنون أن إغلاق الأسواق ونزول الأسعار سيضر إيران ولا يضرهم. فالذي حصل بشكل ضر إيران ضرر بالغ لا شك، وحدة لها، لكن إيران بلد لها مقومات دولة ولها شعب من 40 مليون ذلك الوقت، لأن وصل يمكن 60 مليون، ولديها صناعة لا بأس بها، ولديها موارد طبيعية وبشرية وموارد زراعية ممتازة إلى آخره. فممكن أن هو الذي حصل لديه أنه انهار اقتصاد السعودي، ودخلنا في مرحلة كساد كبير عندما ظهرت نتيجة انهيار أسعار البترول، ذلك الانهيار المروع سنة 84. ذهبت أنا في أول سنة 86 كنت في أمريكا في المكتب التعليمي، ذهبت إلى السعودية يعني كنكتة، كنت في بيت لعمي كان يسكن في بيت طين قبل ذلك، فإذا في بيت ممتاز فيلا ممتازة، ما شاء الله يا عمي صرت مليونير. قال ليش؟ هذه مليون، مليون ونص على الأقل ريال سعودي. قال لي خبرك قديم، هذه قبل ما تسافر، الآن هذه الشريعة 250 ألف، 80% من قيم العقار تبخرت،
وحالات انتحار لا تعد ولا تحصى في بلد مثلنا. في بلد كل اقتصاده قائم على هذا. على هذا. بينما إيران لديها موارد أخرى يكفيها الزراعة. بالضبط. تشد الحزام. شعب لم يتعود على شد الحزام لأنك عودته على أن تلقمه تلقيما لكسب ولائه. فوصل الأمر إلى أن أصبح الناس لا يقومون ولا يجلسون وهذا يدل على اتكالية الناس ليس لديهم فكر سياسي ولا تنظيم سياسي يدعون على فهد بالزوال وبالموت وهو أدرك وصلت إليه من استخباراتي فأصبح يعيش بصفة دائمية في جدة يقولها الرياض يكرهوني هذا رد فعله إذا كان الرياض يكرهوني شوف ما هو سبب الكراهية وحاول أن تعالجه وفهد من أذكاهم سياسيا ليس بليدا مثل هؤلاء ليس لديهم ذلك فهد سياسي مهما كان في من عيوب وفسق وفجور لكنه سياسي هؤلاء ليسوا سياسيين هؤلاء لا يفقهون في السياسة شيئا فهذه عقليتهم نفس الشيء بهذا التصرف يعتقدون انه بفرد العضلات ولان قطر بلد صغيره ومثل ما قال باندر علق قال هذه محطه اذاعه او محطه تلفزيون يصل الجزيره و300 نفر طبعا هذه مبالغه لكن تبين النظره المتعاليه ونظره الاحتقار اللي يحتقر بها قطر فظنوا انه بهذه العمليه يستطيعون ان يعني يرغموا قطر على ان تركع قلنا ان الان السعوديه تتصرف مع قطر كانها محطه اذاعه وتعتقد ان هذه خطوه اولى تلحقها خطوات اخرى وترى أن هذه خطوة غير موافقة سياسيا ومع ذلك تبعتها بها البحرين والإمارات ماذا عن عمان؟ عمان لن تتبع حاكم عمان أدرك من أزمنة طويلة أن التورط مع هذه الكيانات لن يأتي له بخير ولكن من باب المجاملة كان في مجلس التعاون وكان دائما متباعدا ولا يسمع له صوت في ولا يتدخل في الأمور الأخرى التي لا تعنيه في ظنه هو متفرغ لبلده هل متفرغ لها لخيرها أو لشرها لا أدري لأن لست متابع الوضع العماني الداخلي لكن يبدو أمور مستقرة وأنهم من أحسن يعني أقل الشرور بالنسبة للشعب العماني وصار عندهم بعض حركات الاحتجاج وتمت تلبية مطالب الناس ما يخلو وهناك والرجل لديه ثقافة عصرية لحد ما ولديه سعة أفق وحسن تعامل والغريب أن المذهب الرسمي هناك المذهب الأباضي اللي هو يعتبر عند جامعاتنا في نجد مذهب خوارج ومذهب تمرد وعصيان مع ذلك فتجد حالة كبيرة من الاستسلام هل يمكن للسلطة. للكويت أن تلحق بهذه الخطوة بعد أن سمعنا مثلا عن بعض الدول خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي أنها متحمسة وترحب ويمكن أن تلحق هذا مجرد كلام يعني يقول كلام بس المجاملة لكن أتوقع الكويت ما هي مصلحة أن تقوم مثل هذا العمل وبعدين الكويت عندها شعب فيه تنظيم سياسي فيه تحرك فيه نشاط فيه مجتمع مدني لا بأس به فيه تنظيمات في شعب ممكن يخرج في مظاهرات لا يستهان به وقد خرج مؤخرا في مظاهرات ما أعتقد أنه حكام الكويت يدخلون في مثل هذه المتاهة الأردن يرى نفسه أنه يمكن أن يمارس دور وساطة ولا أن يلحق بمثل هكذا خطوة لا لن يلحق لكن يمارس دور الوساطة على أمل أنه يأخذ من الطرفين لأن حكام الأردن طول زمانهم كانوا ما نبغى ننهين أحد لكن أقرب للشحاذة يأخذ من بن سعود فلوس ومن قطر فلوس فالأردن يجدون العملية هذه التوازنية ولن يدخلوا في هذه المتاهة أصلا لكن مصر رحبت بالخطوة قادت الانقلاب وقالوا أنهم يعني يمكن أن يأخذوا نفس الخطوة بدون شك لأن مصر النظام المصري الحالي ما هو إلا بنعمة وبركة من ابن سعود بدأت تصل دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التضامن مع قطر والوقوف أمام السفارات القطرية حول العالم وتوقيع العرائض والرسائل إلى أي درجة ترى أن هذه الخطوات مهمة ولو على الأقل رمزيا كما يقال لا هي رمزيا طبعا اللي سيجتمعون سيكون غالبا من الناشطين وفي الغالب سيكون من الإسلاميين الإخوان المسلمين وغيرهم ومن يميلون إلى النموذج التركي والآخره بغض النظر عن اتفاقنا معه وعدم اتفاقنا واختلافاتنا لكن من حيث المبدأ وكذلك من له ميول إسلامية أعتقد هذه حركة رمزية لها أهمية كبرى لأن يجب أن يدرك الإسلاميون أنه إعلان قطر بأنها لن تتخلى عن سياستها المبدئية نحو الإخوان المسلمين بغض النظر هل هذا فعلا جدا أو من أعماق القلب أو مصلحة أو تكتيكا أو سياسا مثل هذا إعلان نادر لم نسمع بمثله منذ أزمنة بعيدة ومعلوم أن الإخوان المسلمين لهم في قطر ولمفتيهم الأكبر الشيخ القرضاوي حفظه الله لديه هامش من الحرية ومن قدرة على التحرك واسع جدا لا يستهان به وهذا ما لم يحصل للإخوان المسلمين حتى في الستينات عندما لجوا إلى السعودية هربا من عبد الناصر كل حصل عليه نوع من الأمان لكن منعوا من العمل السياسي وأعطوا هامش من الحرية في الأمور الدعوية يسموا الدعوية والكشفية وما شابه ذلك فحتى في ذلك الوقت ولم يدعمهم الملك فيصل إلا ضد عبد الناصر الكافر
حصلت على حرك مفتيه ورجالاته بوصف الدولة الإسلامية المعتبرة، لكن فقط في هذا الإطار. فإذا اللي أعتقد أن مثل هذه الحركة الرمزية مهمة جدا ومفيدة، وأعتقد أنها يجب أن من أهم الأمور أن يتم هذا بكثافة في داخل مصر وفي تونس وفي بلاد التي فيها هامش من الحرية، بالرغم من الوضع القمعي في مصر، لكن ممكن جدا ما زال المتظاهرون يتظاهرون في مصر، ما زالوا يتحركون، أن يكون في مصر تحرك. أي الأولويات، يعني أي الملفات في قطر تزعج السعودية ومن والاها؟ هل هي الحريات الإعلامية في قناة الجزيرة؟ هل هي استضافة بعض المعارضين؟ هل هي دعم يعني مباشر أو غير مباشر لتيارات معينة على الأرض في مصر وفي سوريا؟ كل هذه الجزيرة طبعا من يتابعوا الأحداث، أنا كنت في بريطانيا عندما نشأت الجزيرة، قبل أن تنشأ الجزيرة اعتمدت على إذاعة البي بي سي العربية التي أنشأت بصفقة مع السعوديين، ولكن عندما وكان العقد ينص على عدم التدخل في الحرية التحريرية، لا تدخل في أعمال التحرير وأن يكون في هامش من الحرية، ثم بعد ذلك بسبب مقابلة مع العبد الفقير يعرفها الناس جميعا لم يتم بثها في السعودية، وادعت شركة أوربت اللي كان يمتلكها خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، ادعت أن هذا إنما كان القمر الصناعي محطة البث من إيطاليا إلى أعلى كانت متعطلة، وتبين هذا كذب، فهدد البي بي سي بأنها ستنهي العقد وطلبت الغرامة. الغرامة كانت حوالي نصف مليار ذلك الوقت. فذهب خالد بن عبد الله بن الرحمن قال الملك فهد أيامها أنا غرموني وش أسوي؟ قال ندفع عنك الغرامة، ما نبغى المحطة هذه اللي يظهر فيها المعارضين ويسبب لنا مشاكل، سعود مستعد لمثل هذه. فحينئذ تم تسريح هذا الجهاز الضخم، وقامت قطر بحركة ذكية جدا وأنشأت الجزيرة، أحدثت نقلة نوعية لا شك. مع الجزيرة تم التضييق عليها بعد ذلك، هناك ضغوط أمريكية بسبب أفغانستان وإلى آخره، وكثيرين من 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 أجهزة الجزيرة تم اعتقالهم بتهمة الإرهاب وبقوا سنين طويلة كما نعلم في إسبانيا وغيرها مسجونين، لكن بالرغم من ذلك أحدث بشكل نقلة نوعية بجانب الإعلامي لا يستهان بها في العالم العربي والإسلامي. لو نقلت الجزيرة على الافتراض مكاتبها من الدوحة تنتهي المشكلة أو جزء منها؟ لا تنتهي، لأنها تعتبر تابعة لقطر بغض النظر. خلاص انتهى. لا هذا أمر انتهى، هذا أمر انتهى وفرغ منه، ما عاد قابل يقبل إصلاح إلا إغلاقها بالكامل، وهذا غير وارد لأن إغلاقها بالكامل خلاص لم يعد لقطر بعد. هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر. مرحبا بكم من جديد. تدهورت الأوضاع الأمنية. تفضل. سأعود يعني إلى نقطة، إلى هذه الصورة التي شاهدناها قبل قليل، صورة جمال ريان يعني في أول انطلاقة لقناة الجزيرة، ولكن أود أن أعلق. لازلت شباب كما كنت يا جمال. الأستاذ سامي حداد فيما يتعلق بالبي بي سي. الحقيقة لما التحقنا في البي بي سي كان احنا جايين هنا نتكلم عن الجزيرة وليس عن سنتحدث عن الجزيرة في معنى وقت، ولكن نقطة كثير مهمة جدا ربما المشاهد لا يعرفها، أنه كان لدينا كلنا طموح خاصة لما التحقنا بالبي بي سي القسم العربي حتى نقدر تقريبا يعني نمارس العمل الصحفي والإعلامي بحرية وشفافية. اللي حصل أنه في يوم من الأيام جانا المسؤولين على القسم العربي وأبلغونا بإغلاق المحطة. كان الحقيقة في تلك اللحظات أنا اعتصرني ألم كبير، لأني كنت أعول على وجودي في البي بي سي رغم خبرتي طويلة 20 سنة تقريبا في الإعلام، قبل ذلك عملت في كوريا، عملت في محطات عربية معروفة. قلت لهم وصرخت في وجههم وأمام كل الموظفين، قلت لهم هذا قرار إعدام، نحن أفضل الإعلاميين في العالم، إحنا تم اختيارنا وفق معايير البي بي سي، كيف بتضحوا فينا بهذه الطريقة؟ الحقيقة يعني كانت لحظة مؤلمة. غادرنا المكان واتصلت فينا بعد فترة المحطة القطرية، كنت أعلم بأن هناك محطة قطرية ستقام قبل حوالي 8 شهور من الأستاذ عدنان الشريف. حتى لا نفرط في الحكي يا جمال لأن ليس عندي وقت وأريد الوقت يوزع على كل الزملاء. 30 ثانية فقط، لماذا أغلقت البي بي سي؟ ونعود إلى الجزيرة. أغلقت البي بي سي لأننا كنا في تلك الفترة، تتذكروا يا إخوان البي بي سي
كان هنالك الدكتور محمد المسعري معارض سعودي، هددت السعودية بقطع يعني شراء الأسلحة إلا إذا لم تطرده بريطانيا، كان يعني لديه شبه لجوء سياسي، طالبوا نقله إلى 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 جزيرة الدومينيكا، رفض محاميه لأنه ربما يتعرض للخطر. ولأننا كنا نذيع أخبار محمد المسعري كخبر عربي خبر داخل بريطانيا، زعلوا الجماعة and they pulled the plug، سكروا المحطة. طيب أستاذ جميل، أستاذ جميل، في اتفاق مع شركة أوربت، أستاذ جميل يفتحوا عادة الأمير القطري الشاب الشيخ تميم ابن حمد الثاني يقول أن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية، ولكنه لم يعلق علنا حتى الآن على التطورات الأخيرة. إلى أي درجة يمكن لقطر الصغيرة الحجم أن تصمد أمام مثل هكذا تدخلات أو توجيهات؟ أعتقد هو إذا وماذا لدى قطر حتى يعينها على الصمود؟ لديها قطر، لديها الغاز، ولديها إمكانيات بترولية لا يستهان بها، ولديها وجود عالمي لا يستهان به في مجالات تجارية وصناعية وتكنولوجية وحتى كروية لا يستهان بها، هذا موجود. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك طبعا مزيد من الإصلاحات الداخلية، يعني يجب تقدم الأمام ليطالبه الإصلاحيون من داخل أسرة ومن خارجها، يجب أن ينظر إليه بعد اعتبار يعطى أهمية خاصة أولا، وهم أخبر بهذا، أنا ما أعرف التفاصيل ولهذا ما أتبرع بشيء، ما أعرف عنه شيء، هذا واحد. اثنين، تكون هناك جدية في 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 دعم الحركات الإسلامية التي ابتلعت في الماضي، وتكون بجدية، وأن تتحول من مجرد أمر مصلحي إن كان مصلحيا إلى مسألة عقائدية. ثلاثة، النظر بدقة إلى مسألة الحدود والجانب الأمني بطريقة منضبطة راقية وليس بطريقة قمعية، لأن الطريقة القمعية لن تنجح. ايش بيعملوا السفراء الخارجيين في الدول الخليجية؟ لا تسألني عن هذا، ما في يعني لا في فيز ولا في تأشيرات ولا في يعني ولا أنا بفهم إنه السفير البريطاني في الأردن بفهم شو بيعمل. هذه دول عظمى، أما الدول الصغيرة هذه سفراءها ظاهر بس ليحضر الحفلات ويحضر جلسات، الله أعلم من له هوايات معينة يحضر جلسات حمراء وغيرها، ما من له هواية. أنا لا أتهم السفير القطري، لكن سفير السعودية في مصر قديما كان له الناس، كان له دور فيها فعلا. يعني السؤال يطرح نفسه، ما قيمة وما هو الأثر وما هو الضرر؟ أحيانا يعني حتى السفير مثلا السعودي في الأردن يتابع 13 ألف طالب بيدرسوا في الجامعات الأردنية، ملحقية ثقافية تقوم بها السفير، وكان في ملحقية ثقافية في أوروبا أيام كنت أنا أدرس في ألمانيا، كانت في باريس ثم انتقلت إلى 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 بون، ترعى كل أوروبا ثم تقسمت حسب عدد الطلبة. ما تحتاج إلى سفارة، بل ممكن يقوم بها حتى مكتب تجاري، ما ولا حصانة دبلوماسية أصلا. كان في تسريبات قبل أيام من هذا اللقاء نشرتها بعض وسائل الإعلام عن اجتماع ضم عدد من المعارضين إنجاز التعبير من مختلف الجهات بما فيهم خالد مشعل رئيس مكتب السياسي لحركة حماس، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، وكان حديث الشيخ القرضاوي لمن معه في هذا المجلس أنه يا جماعة هنالك ضغوطات لطرد من قطر، ولم تكن يعني برأيكم هل لديكم أي معلومات حول كواليس هذا القرار، إرهاصات هذا القرار، ما الذي جرى في الأيام الأخيرة بين يدي هذا القرار؟ ما التفاصيل بهذا الشكل ما عندي، لكن أعتقد أنه من يوم حصل الانقلاب وظنت السعودية أنها صارت في قمة العالم وأنها انتصرت، بدأت تمارس ضغوط على إنهاء ملف الإخوان المسلمين بالكامل، فجرت الاعتقالات بعد الانقلاب. بعد الانقلاب بدأت الاعتقالات الكثيفة في الإمارات للشخصيات الإخوانية المختلفة، وطرد من يمكن طرده منهم، من يسمونهم حتى الأجانب. الناس اللي ما كان صادر بحقهم أحكام قضائية طلعوا بحقهم أحكام قضائية وتعامل مع الملف حتى يحكوا للمنظمات الحقوقية نحن الآن أمام ملف قضائي مستقل من علاقة فيه. هذا بالنسبة للإمارات، الإمارات تجيد اللعبة هذه، والإمارات أصلا بنية بريطانية بمحاكم وشكليات قانونية دستورية. في بدأت الضغوط تمارس على قطر بإيقاف الدعم لإخوان المسلمين وحتى استبعاد مثل الشيخ القرضاوي تدريجيا. ما أعتقد أن هناك استجابة من جانب القطري، واضح أن الاستجابة ليست على شكل يريدها آل سعود، وآل سعود يريدون ينظرون مثل ما قال بندر، هذه عقلية قطر ما هي لمحطة تلفزيون و300 نفر، فما دام هذه العقلية عندهم ولا يعرفون ما الإمكانيات التي لدى قطر إذا أحسنت استخدامها فسيستمروا في هذا السبيل، وأعتقد لن ينجح من هذا الشيء. أنا أعتقد هذا يضرب عنه صفحا ولا يبالى به.
مثل التهديدات الأوروبية الآن لبوتين بأنهم سيفرضون عقوبات، وبوتين عندهم كان يفرض عقوبات أقصى وأشد. إلى أي درجة تلعب الأجهزة الاستخباراتية في هذه الدول دورا في تقديم معلومات تدعم موقف طرف أمام آخر؟ الأجهزة الاستخباراتية في 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 جميع أنحاء العالم وفي هذه الدول بالذات، إن كان في جميع العالم الديمقراطي تكون أحسن بكثير، لأن هناك نوع من الرقابة والمتابعة، لكن لديها ميل إلى تزييف المعلومات ووضعها بالشكل الذي يشعرون أنه يرضي الحاكم. هذا مرض قديم معروف، لأنه بطبيعتهم مسمون بالإنجليزي سيكوفانس، نسينها بالعربي، هذه طبيعتهم متسلقين، هم متلونين ويقدمون الحقيقة للحاكم بحيث يظن متزلفين للحاكم. فهذا ثانيا، هذه الأجهزة متخلفة في العالم العربي بالذات، متخلفة فكريا تخلف تام، لا تميز بين الاتجاهات الفكرية المختلفة. يعني أحكي لإحدى الإخوان في مصر قديما أيام حسن مبارك أنه قبض عليه فترة محدودة تحقيق معاه في موضوع، فقالوا له هذه وثيقة، هذه المخوان المسلمين الجماعة إرهابية وكذا وكذا، الوثيقة هذه صدرت في المحل الكبرى، فطلع الوثيقة قاعد يضحك، قال لهم هذه من الألفاظ اللي فيها باين اللي كتبوها سلفيين أو جهاديين وليس إخوان المسلمين. قالوا صحيح إزاي ده، وهذا عقيد أو زعيم في جهاز أمن الدولة يعجز عن قراءة النصوص ومعرفة الخلفية الفكرية لمن وراءها. فواضح تماما أن هذه الأجهزة عاجزة، فلا بد أن تلفق وتقدم. بالنسبة للسعودية، جهاز الاستخبارات جهاز ليس له أي وزن سياسي، الوزن السياسي فقط للرجالات الأسرة، لكن يقدم معلومات قد يظن أنها مفيدة أحيانا. أنا أشكرك جدا الكاتب والمفكر ورئيس حزب التجديد الدكتور محمد المسعري. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الساعة التحليلية، على أمل أن نلقاكم بحلقة أخرى. هذه أطيب التحيات مني ومن زملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.